الشاب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقبل كده ابن دار اخبار اليوم اللي بدا حياته في اخبار اليوم من قرابه 40 سنه. ما اعرفش بقى سوء حظنا والحسن حظه ترك دار اخبار اليوم وانخرط في سلك القضاء المصري المحترم اللي بنقدره ونجله جميعا. ثم اختار بعد ذلك حينما وجد ان استمراره في القضاء يعني لا يجعله استمراره في ذلك الحين مع اوضاع كانت موجوده لا يجعله يشعر براحه نفسيه وضمير مستريح. ترك سلك القضاء وانضم الى اسره المحاماه واصبح على راس ابرز المحامين في مصر. معروف عنه عشقه لنادي الزمالك الذي يدخله كثيرا من الاحيان في صراعات، لكن في الحقيقه كلها من اجل احقاق الحق، وده معروف عنه. موقفه في فتره الاحتلال الاخواني لمصر كان موقف مشهود، يعني لم يساوم كبعض الناس، ولم يعني يدخل في حلول وسط وصفقات تحتيه، حتى لو كان السمع هو تهديدات وضع ارقام الاحتيالات. الاستشاري مرتضى منصور معروف كشخصيه عامه ومعروف بين جماهير الكره المصريه، احنا بنرحب بيه ونتمنى له كل التوفيق وبنهنئ نادي الزمالك بيه وبنهنئ نادي الزمالك وجماهير الزمالك بكأس مصر. وانا دي بره الكلام وعايزين سوبر الدوري وبتاع. الراجل قال لك هو بيشجع ايه؟ انا خلاص معاك. طب من كل زمالك بنرحب تاني بسياده المستشار مرتضى منصور، و يعني احنا طوقين ان نسمعه قبل ما ندخل في حوار معاه حول الكره المصريه وغيرها.